السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعين قناة إيموسات، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. إذا لمن يريد تشغيل قنوات بيان سبور على نيلسات ويكون لديه اشتراك سيرفر فوريفر أو اشتراك سيرفر آخر ويريد تشغيل بيان سبور على نيلسات عن طريق الاي بي توسات، إذا يقوم بهذه الخطوة، يذهب إلى هنا إلى المنيو، ثم يذهب إلى ضبط النظام، ثم يقوم بالنقر عليها، ثم يختار الأولى النظام، ثم سيأتي إلى هنا إلى الأي بي تو سات، هناك سات تو أي بي تي في كما تشاهد الآن، هناك من لديه اي بي تو سات تختلف ولكن تبقى هي نفس الخاصية. اذا من لديه هنا يجدها مقفولة سيقوم بتشغيلها. انا اتيت مدمج مع الجهاز، هنا فقط تعطيني اختيار نوع الجودة، انا ساقوم باختيار نورمال. من لديه هكذا سيقوم بفعل بإعادة سيارة نورمال، والذي ليست معه هكذا سيقوم بتشغيلها، إذا كانت إيقاف سيقوم بتشغيلها كما تشاهدون. إذا كانت هذه الخاصية إيقاف ستقوم بتشغيلها وستأتي إلى هنا، ستقوم ستتركها هكذا على خيار نورمال. والآن سنعود، سنذهب إلى نيلسات، سنجد هذه القنوات انضافت الى الجهاز بي ان سبور بريم 1 و2 و3. انا ساقوم بتشغيلها ولكن ساقوم بحجبها لكي لا نتعرض الى حقوق النشر والطلب. كما تشاهدون هي تشتغل الان، وهذه قناه بريميوم الثانيه كما تشاهدون اعزائي المشاهدين، هي تشتغل بكل أريحية. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم، نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.